10 حلقة اللي عشناها معكم حسينا بالصداقة لإلكم، وإن شاء الله بيزيد التعارف بيننا وبينكم. كنا نسعد كتير لما نعرف إنكم عم تستقبلونا ببيوتكم، وكنا نسعد أكتر لما نعرف إنه عم نفرحكم ونلون لياليكم على القليل بشي غنية حلوة أو بسمة حلوة أو بكلمة حلوة. لا فضة فوقي يا هدى، لا فضة فوقي. خلينا إياكي، وهلأ رح نعمل نحن والمشاهدين الكرام جولة في العمل. رح نعرفكم على همومنا. معلش احملتونا 13 حلقة، احملونا بعد هالخمس ست دقايق. رح نعمل نحن وياكم جولة في العمل، كيف تم التحضير العمل، قديش تعذبنا، قديش سهرنا، قديش اشتغلنا، بمحاولة منا صادقة انه نرضيكم. ان شاء الله كنت وفقنا، ويسعدني جدا ان اقدم لكم الفنان الكبير الاستاذ منصور الرحباني، ممثلا الاخوين الرحباني والعبقري الكبير عاصي الرحباني، ليحدثنا بالتفصيل عن العمل. اهلا وسهلا بالاستاذ منصور. اهلا فيك استاذ رياض. اول شيء انا شمتين فيك من كل قلبي انك وقف قدام الكاميرا. تعرف هاي اول مره مع انه نحن صداقه عمر بتستجوبني قدام الكاميرا. على كل حال فعلا، لانه منصور كل العمل كان من وراء الكاميرا، ونحن كنا ننفذ هذا العمل ونحاول انه نترجمه بقدر المستطاع باشياء حلوه وجميله. استاذ منصور، هلا اذا سمحت يا صديقي العظيم تعطينا لمحة هيك عن العمل، كيف تم، قديش أخذ وقت، شو استغرق، يعني بحب المشاهدين يكونوا بالصورة. ما هون اللعبة، المشاهدين ما بهمون قديش استغرق العمل وقديش تعبت أنت كفنان أو كمؤلف أو كشاعر، بهمون هاللحظة الصغيرة اللي هي الحلا، في حلا أو لا. مش مهم أنك تكدس عدد أغاني، المهم تكدس نوعية جمالية. حلو، صحيح، مظبوط. كيف؟ وهون المحزن والمتعب بذات الوقت. شو بدي أقول لك، هذا العمل تقريبا استغرق سنة، وكان في وراء كتير جهود ناس. إذا بدك بعد الورقة، لأنه ما بحفظ أنا. أي بعرف أنت وال أنا والحفظ. والحفظ مش كتير. مثلاً اشترك فيه شعراء وملحنون، عاصي ومنصور رحباني، الأخوان رحباني، الياسر رحباني، فيلمون وهبي، زياد الرحباني، رفيق حبيقة، ملحن بركات، وفي بعض الفنانين لحنوا كم لحن حلو، الأستاذ أحسان صادق، جوزيف نصيف، في شاعر جوزيف حرب، وفي ما بننسى كمان الألم الجديد الموسيقي والشاعري بشارة الخوري، حفيد الأخطر. الأخطر الأصغر يعني. أيوة، جده كان شاعر، هو طلع شاعر وموسيقي، بالإضافة لكوراس ولأوركسترا كبيري ولمغنين ولمخرجين. ومن المنفذين اشترك مثلا وجوه كتير حبوها الناس، مثل ست صباح، نصري، شمس الدين، هدى، أحسان صادي، ملحم بركات، محمد جمال، رجا بدر، عايدة شلهوب، رونزا، فادية، منى مرعشلي، نزيه مغربي، سامي كلارك، جوزيف نصيف، عبدو ياغي، كمان ست فريال كريم اللي اشتركت مع نصري بالمسلسل الصغير اللي كان يطل كل كل حلقة تابت. شو بدي لك، حشد كبير، ما نسيت حدا. ما بعرف، يمكن انت نسيك، ما هذا كله مش ذنب المشاهدين. اذا مثلا بيقولوا لك عمل يمكن ما عجبنا، قد ما يكون في جهد ما عجبنا، بس نحن بنتامل نكون عجبنا. لا، يكفي في كلمة حلوة بيقول، يكفي انني قدمت ما استطعت، يكفي الاخلاص. الانسان بشم عبير الإخلاص، يمكن الإنسان يتوفق أو ما يتوفق، لكن الآخر الذي هو المسافة الثالثة، المشاهد أو المستمع، دائما بشم عبير الإخلاص. هلأ طبعا على الصعيد الفنانين، هلأ على صعيد الفنيين اللي ساهموا معنا في الأستوديو، ما شاء الله يغزي العين، شايفهم قدامي ما شاء الله، جايش تعبناهم معنا كتير. وكمان ما ننسى نشكر الأستاذ مشهور الحديد اللي كان من أحد العناصر الفعالة في نجاح العمل. على كل حال استاذ منصور، فينا نقدر نعطي صوره للمشاهد ولو صغيري عن كيفيه تقديم الاغنيه؟ يعني بتتالف الاغنيه كيف مثلا؟ تنظم شعرا؟ الاغنيه بتمر بمراحل عديده. اولا بدك تفتش عن الفكره. مرات تلتمع الفكره بخاطر الشاعر، فكره شعريه بالاول، بتحط الكلام وبعدين بتلبس اللحن. ومرات في عند بعض الناس اللي هن مثلا مثل الرحباني، مش عم بقولها هيك دعايه، بس لانه فتحت يلا نعرف الموسيقى والشعر، مرات بتجي الموسيقى سابقه، منركب كلام على قياس الموسيقى، على الوزن الموسيقى، حتى طمعا بوزن جديد. من بعد هذا بتنكتب الاغنيه وتتوزع للاوركسترا،
وبعدين بيتعلمها المطرب أو المطربة، بعدين منروح على التسجيل استوديو الصوت. نعم على استوديو. مشاكلنا كانت تعرف تم التسجيل الصوتي باستوديو بعلبك، واستوديو بعلبك كان في مشاكل بين أخذ ورد، ويوم إطلاق رصاص ويوم قناصين، والفنانين ما شاء الله مش جبنة بيحبوا يحافظوا على حد قولهم على الشعل الفنية إنه ما تنأذى، وتلاقي بيقول لك بعيد عن الشر وغنيه. صحيح صحيح. كان شيء كتير متعب ومضني إنه نسجل 130 غنية. صح 130 أغنية فعلا البرنامج. بس أنا في ملاحظة بحب لو سمحت منصور ارويها للمشاهدين. طبعا في بعض الفنانين بيؤمنوا بالسلطنة، إنه واحد لازم يقعد وعروسة الشعر أو عروسة اللحن أو عروسة الجفصين يسلطن أو يسلطن. المهم إنه قرر عاصي إنه هو موضوع السلطنة غير وارد في الفن، الفن هو ابن الوعي. قرر إذا كنت فاكر بيه كان حوالي 20 أغنية، قرر أن يلحنها في 20 يوم، وفعلا كان الساعة 8 يبدأ الآن أقرر التلحين. وهذه بعتقد ظاهرة مهمة جدا، مش على صعيد الإبداع الشخصي لعاصي بقدر ما هي على صعيد توجيه الإنتاج الفني في العالم. عاصي بعد ما حدثت له الحادثة الأليمة تنذكر متنهات، صار عنده تحول بشخصيته، صار عنده شيء بيقول لك أنا بأمر حالي، الإنسان هو ابن الوعي. مثلا كان قال له يا عاصي خلينا نمشي خلينا نشتغل، قال لي طول بالك، يبرم كل النهار على الأصحاب ويحكي ويلقي محاضرات بالميتافيزيك، وبعدين قال لي الساعة 8 مثل ما بتعرف الساعة 8 بدي لحن غنية، يقرب كل ليلة أغنية. ما في الكلمة المشهورة جدا لسعيد فريحة الصحفي الكبير الله يرحمه بيقول عاصي الرحباني اختصاصه المشارعة والحكي، وفي أوقات فراغه يلحن. طيب أستاذ منصور نحن بنشكرك جدا وبنتأمل هالجهد المخلص اللي تعاوننا كلنا فيه مثل ما قلت فنانين وفنيين ومشاهدين كمان، نتأمل أنه يترك كالعبير بعض الشذا في قلوب المشاهدين، ويكفي أننا قدمنا ما استطعنا وحسبنا الإخلاص هلأ كمان نعتذر أنه كترنا شوية حكي، معلش اسمحوا لنا حلقة أخيرة. أنا شمتامي منصور وقف قدام الكاميرا بيشمت فينا باستمرار.